يوجد خلاف بيني وبين أحد الإخوة، حاولت أصالحه فلم يقبل مصالحة، فهل يحق لي أن أتناول؟ أنا مش عايز أقول هل يحق لي أن أتناول، لا ده قبل كده بكتير، هل يحق لي أنا كإنسان مسيحي أصلي وأنا مزعل أخويا؟ لازم أعرف إيه السبب اللي أنا بيه هو متضايق مني. إذا كان السبب من جهتي أحاول أصالحه، مش مجرد الاعتذار لكن أيضا التغيير في السلوك أو غيره. إذا كانت مجرد حياة دلع كل شوية يزعل ويتقمص وحياته كلها كده، فبقدر الإمكان أخفف من التعامل معاه لأجل خلاصي ولأجل أبديتي، ما دمت أنا ما عملتهوش حاجة غلط لكن هو متعود دايما يزعل. في ناس كده هوات إنهم بزعلانين، يعني تعمل معاه يمكن لو قلت له سلام يقولك ده بيقول لي سلام وهو بيقلس عليا، او بيقولوا لي اقولها من مش من القلب. تحكمت من فين ان هو بيقلس او مش من القلب؟ بقدر الامكان يا احبائي نحن ان امكن زي ما قال الرسول بولس ان امكن نصالح كل الناس، هو قال ان امكن لان في ناس مش هيصطلحوا مش عايزين، هم هواة يشعروا بلذة انهم مضطهدين وانهم بيتعاملوا معاملة وحشة وغيره. الناس دول عايزين طبعا علاج نفسي وعايزين علاج روحي وعايزين اعداد هادية مع النفس، بحيث ان الانسان يبقى دايما بشوش ولطيف وحلو ويتعامل مع الناس بمحبة بقدر الامكان، لكن مش على حساب وقته ولا حساب شغله ولا على حساب هدفه. يعني لو واحد عايزك طول النهار تتفسح معاه يا يزعل، لا يزعل لكن وقتي أنا مش للفسحة كله. إذا كان دقايق معينة أو فترات معينة تتناسب مع وقتي أوكي، لكن ما أقدرش ألغي رسالتي عشان أرضي الناس. فالرد في السؤال ده يحتاج إلى دراسة كويسة بيني وبين الآخر، ليه في زعل أو ليه هو متضايق مني.